أهلا بيكم. كتير مننا بيسمعوا عن مقدمة ابن خلدون، لكن للأسف كتير برضو ما يعرفوش مين هو ابن خلدون وإيه هي مقدمته وبتتكلم عن إيه. ده على الرغم أن هذا الرجل هو إحدى القامات العلمية العالية، مش بس في التاريخ العربي والإسلامي، إنما في التاريخ الإنساني كله، وإن مقدمته هي عمل فريد من نوعه وكمان سابق لعصره. فخلوني في عادتنا النهاردة أعرفكم إيه هي مقدمة ابن خلدون وإيه أهميتها وإيه اللي بيخلي ليها المكانة الكبيرة دي في العلوم الإنسانية. سنة 1332 ميلادياً 732 هجرياً اتولد تقي الدين عبد الرحمن ابن خلدون في تونس لأسرة عريقة في العلم والسياسة، وفي جامعة الزيتونة تلقى العلوم المختلفة زي تفسير القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية والفقه على المذهب المالكي وعلم الحديث والفلسفة والمنطق. وبسبب نبوغه دخل معترك السياسة والمناصب الرسمية من سن صغيرة، وتقلب طول حياته في المناصب المرموقة في الدول المختلفة اللي حكمت شمالي أفريقيا والمغرب العربي. فكانت عنده فرصة لدراسة وفهم ما يمكننا وصفه بمطبخ السياسة آنذاك يعني، وإضافة لتواصله ومعايشته بشكل مستمر لقبائل البربر أو الأمازيغ وفهم طباعهم وتحوله لخبير في شؤونه. كانت الحياة دي لا تخلو من تعرضه لصراعات ومؤامرات ودسائس ومعاناة من الملاحقة والمطاردة من خصومه اللي كانوا يا إما حاسدين له على ما وصل له من مناصب، أو كانوا من معسكرات معادية للأنظمة اللي خدم في بلدها، بل وأحيانا كان بيتعرض للوقوع في أسر هؤلاء الخصوم أو تعرضه للنفي أو تحديد الإقامة. والغريب أنه أثناء كل ده كان بيجد وقت لاستغلال ثقافته ومعرفته الموسوعية في كتابة مقدمته، بل وكتابه الشهير في تاريخ الأمم والدول والشعوب، لحد ما قرر في سن 50 الرحيل لمصر اللي كانت تحت حكم المماليك. وهناك فوجئ باستقبال المصريين له بحرارة، لأن كتاباته العلمية كانت شهرتها سابقاه. وفي القاهرة تولى تدريس علوم الفقه والحديث والتفسير في الأزهر الشريف، إضافة لنظرياته في التاريخ والعمران والاجتماع البشري، وتتلمذ على ايديه ناس اصبحوا بعد كده قامات علميه كبيره زي المقريزي وابن حجر العسقلاني. حرص بعض الامراء المماليك من المهتمين بالعلم انهم يقدموا ابن خلدون للسلطان المملوكي انذاك السلطان برقوق اللي رحب بيه وعينه في منصب التدريس في واحده من اشهر مدارس مصر هي المدرسه القمحيه. بعدين اتعين ابن خلدون قاضي لقضاه المذهب المالكي في مصر، لكن بسبب صرامته في أحكامه ورفضه التعرض لتأثير أصحاب النفوذ تعرض للعزل والعودة للمنصب أكتر من مرة. وفي عهد السلطان فرج ابن برقوق اتعرض الشام لغزو القائد المغولي تيمور لانك، فخرج ابن خلدون مع الجيش للشام وكان من اللي سعوا للتفاوض مع تيمور لانك لمنح الأمان لأهل دمشق. بعدين رجع مصر، فضل ما بين التدريس والقضاء لحد ما توفى بشكل مفاجئ عن عمر 78 سنة ودفن في القاهرة. طبعا اختصار لحياة عبد الرحمن بن خلدون، واعترف انه اختصار شديد كمان لانه يستحق مساحة كبيرة للحديث عن حياته الحافلة اللي ممكن فعلا نتناولها بالتفصيل في قاعدة جاية من قاعدة التاريخ. طيب ايه بقى حكاية مقدمة ابن خلدون؟ شوف يا سيدي، زي ما قلنا في سن 45 سنة بدأ ابن خلدون يكتب كتابه الشهير في التاريخ والمعروف باسم العبر وديوان المبتدأ والخبر، احيانا بيتسمى اختصارا تاريخ ابن خلدون. بعكس ما هو شائع ان مقدمة اي كتاب بتكون صغيرة، فمقدمة الكتاب ده تعتبر عمل كامل لوحدها، درجة انها فعلا بتصدر احيانا من بعض دور النشر في شكل كتاب مستقل وكتاب ضخم كمان. ده لان ابن خلدون ما كانش عايز يكتب مجرد تمهيد لكتاب في التاريخ، انما هو قرر انه يقدم لنا عمل هو تمهيد للقراءة في التاريخ كله بكل فروعه. ده لانه من خلال قراءاته ومشاهداته وخبراته بدأ يحلل طبائع المجتمعات الإنسانية والدول والأنظمة ويشوف إيه العوامل المشتركة بينها، من خلال ده يحط لها قوانين بتفسر إزاي بتتكون وإزاي بتتطور وإزاي بترتقي أو بتضمحل أو بتسقط، إضافة لوضعه تصنيفات للمجتمعات والدول والأنظمة وشرح للعوامل المؤثرة فيها وتفسيرات لتنوعاتها واختلافاتها واختلاف طبائع وصفات شعوبها. ده اللي خلاه يوصف عن جدارة بأنه مؤسس علم الاجتماع.
لأننا لو بصينا في نظرياته هنلاقي كتير منها صالح للتطبيق ولا الاعتماد عليه بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا. بالمناسبة ده من كتر أهميته اشتهر عالميا بشكل واسع، مش بس بين الأوساط الأكاديمية أو العلمية، لا ده حتى بين بعض الشخصيات العالمية المؤثرة على السوشيال ميديا زي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك ورائد صناعة مواقع التواصل الاجتماعي، لما كتب مرة بوست بيقول أنه أرى مقدمة ابن خلدون واعتبره عمل مثير للاهتمام لأنه بيعكس نظرة فهم التطور الإنساني في زمن كتابتها. ده غير أن المقدمة اتقدمت عنها كتابات ودراسات وأبحاث مختلفة لتحليلها وشرحها وتفسيرها، لدرجة أنها أصبحت أكتر شهرة من الكتاب اللي هي أساساً مقدمة له اللي هو العبر وديوان المبتدأ والخبر. ده تعريف بسيط للمقدمة، لكن عشان نعرفها وندرك قيمتها وسبب شهرتها بشكل أكبر لازم نسأل إيه هي أهم نماذج القوانين والتفسيرات والنظريات اللي حطها ابن خلدون للتاريخ والمجتمعات الإنسانية. تعالوا في البداية نشوف حاجة مهمة جداً بدأ بيها ابن خلدون مقدمته، هي تعريفه لعلم التاريخ وأهميته وأساسيات المشتغلين به، لما قال إن التاريخ قد يبدو إنه مجرد قصص وحكايات، لكنه في حياة الأمر بمثابة درس بناخد منه العبرة. عبرة هنا بمعنى إننا بنقرأ الواقعة التاريخية وبنحللها وبنفهمها ونعرف إيه اللي حصل ليه وإزاي، كده نقدر إن احنا نفسر أحداث الماضي عشان نفهم الحاضر اللي احنا عايشينه، وبالتالي نبقى مستعدين للمستقبل. أو تعريف وتقديم التاريخ بالشكل ده لوحده بيظهر قد إيه كان عبد الرحمن ابن خلدون سابق العصر، إنه هنا بيتكلم عن حاجة احنا بنسميها دلوقتي القراءة المستقبلية للتاريخ، لأن التاريخ له قراءتين. قراءة ماضوية بتعتمد على مجرد التفاخر بأمجاد الماضي أو البكاء على الأمجاد الضائعة وخلاص على كده من غير أي محاولة للتعلم من التجارب السابقة. ده للأسف منتشر حالياً خاصة بين اللي بيقحموا توجهاتهم الدينية أو السياسية في قرايتهم للتاريخ. وفي قراءة مستقبلية بيكون هدفها قراءة التاريخ وتحليل التجارب الماضية والتعلم منها، سواء فيما يتعلق بحاضرنا أو باستعدادنا للمستقبل، لأن حاضرنا ده هيكون يوماً ما تاريخ بالنسبة للي جايين بعدنا. فهو قبل 7 قرون من دلوقتي اتكلم بشكل علمي دقيق عن القراءة المستقبلية للتاريخ اللي احنا بالنادي في زماننا الحالي بيها. كمان نبه لبعض السلبيات اللي لازم المشتغل بالتاريخ يتجنبها، زي الخضوع للأهواء والانحياز العاطفي وتحييد العقل من الحكم على الأمور، أو الوقوع في المبالغات وذكر أحداث غير معقولة علميا بدون إعمال العقل فيها، أو أن المؤرخ يكتب كل حاجة يلاقيها وخلاص من غير ما يحاول أنه يغربل اللي بيلاقيه وينقي منه الصحيح من الفاسد. كمان لفت النظر لأن المؤرخ لما يتناول موضوع لازم يكون ملم بالعلوم ذات الصلة به، يعني مثلا لو دلوقتي مؤرخ هيكتب كتاب عن الحياة الاقتصادية في زمان ما فهو لازم يكون فاهم اقتصاد، لو هيتكلم عن المعمار والهندسة قديما لازم يكون فاهم فيهم، وهكذا. نيجي بقى للنظريات اللي ابن خلدون حطها في الاجتماع البشري. تعالوا نعمل حاجة حلوة، احنا هناخد النظرية وهذكر لكم تطبيق او اكتر ليها عشان تعرفوا قد ايه بلغت دقة تحليلات ونظريات عبد الرحمن ابن خلدون فيما يتعلق بالاجتماع البشري. وقبل ما تسألني عن معنى المصطلح ده خليني اقولك ان ابن خلدون نفسه فسره لما قال في حديثه عن نشأة المجتمعات ان الانسان بطبيعته وفطرته بيميل للاجتماع، يعني لأنه يكون مجتمعات. ده لكذا سبب، الأولاني إن مهما بلغت مهارات أي إنسان إلا إنه لازم هيحتاج مهارات غيره، يعني لو هو بيزرع الغلال هيحتاج اللي يحولها له لدقيق واللي يخبزها له واللي ينقلها له وهكذا، لو هو صياد هيحتاج اللي بيصنع أدوات الصيد وهكذا. فاحتياج البشر لبعضهم بيدفعهم إنهم يتعاونوا، وتعاونهم بيكون نواة لقيام المجتمعات. السبب الثاني هو ان الانسان بيحتاج للحماية، لان البشر في بعضهم في طبع الاعتداء على الاخرين والاستيلاء على ما بيده، فالبشر هنا بيحتاجوا لتبادل الحماية. والسبب الثالث هو ان البشر لما بيجتمعوا في مجتمع واحد بيحتاجوا لقيادة تتولى ادارة المجتمع ده والحكم بين افراده، ده اللي بيحول المجتمع العادي البسيط لقرية ثم لمدينة ثم لدولة. فعلا لما نيجي نبص على اللي حصل قبل كده من خلال علم الآثار وعلم التاريخ فيما يتعلق بتطور مدنية الإنسان هنلاقي إنه بدأ بالأسرة
ثم بدأت الأسر تتقارب بفعل احتياجها لتبادل المنفعة، وتكونت العشيرة ثم القبيلة، بعدين كل مجموعة عشائر أو قبائل اجتمعت في تحالف فنشأت القرية، بعدين في قيادة ليها نشأت بقت بتدير شؤونها، بعدين اتحدت كل مجموعة قرى في شكل مدينة، يعني مجتمعات زي مصر مثلا. كملت ده في شكل تحول المدن لمملكتين الشمال والجنوب، ثم لمملكة موحدة. بعضها الآخر استمر بنظام المدينة دولة، كل ما المدينة تزيد قوتها تخضع لنفوذها وسلطتها باقي المدن في دولة واحدة، زي مثلا العراق القديم أو اليونان القديم. كمان بيتكلم ابن خلدون عن أعمار الدول، بيقول إن الدول ليها أعمار زي أعمار البشر، وبتموت وبتنقضي أعمارها زيهم. قسم الدولة الأجيال، الجيل الأول بيؤسسها بيحط قواعدها، الجيل التالي بيستكمل ده ويحافظ عليه، الجيل الثالث بيستمتع بثمار كفاح الجيلين اللي قبله، وهنا بيبدأ الضعف وطريق الانهيار اللي بيحصل على يد الجيل الرابع اللي بيعتبر ان اللي ورثه هو امر واقع وما يعرفش ايه اللي اتدفع من جهد وتعب في بناء هذه الدولة، فبيعمل الحفاظ عليها وبينهمك في الطرف والرفاهية، وبالتالي بيعجز عن منعها من الانهيار. ربط ابن خلدون ضعف الدولة واتجاهها للانهيار بانتشار الطرف والرفاهية، لأن الجيل الأولاني بيكون جيل خشن استخدم قوته ومواهبه لبناء الدولة، والجيل التالي له بيكون قريب عهد من الكفاح ده فبيقدر يستكمله، أما الجيلين التالت والرابع فمع استقرار الدولة وقوتها وبالتالي ثرائها بيلاقوا دولة زي ما بيقولوا كده على الجاهز، فبيستمتعوا بثمارها وينغمسوا في الرفاهية والطرف، وبالتالي بيفقدوا خشونتهم وجهوزيتهم وقوتهم اللي تمتع بيها أسلافهم. لو حبينا نبص على تطبيقات تاريخية لده هنلاقي أكتر من نموذج. يعني عندنا مثلا في الحضارة المصرية القديمة أن أسرة سقن رع وكاموس وأحمس بدأت الكفاح لتحرير مصر وتأسيس المملكة الحديثة. جه الجيل التالي لهم المتمثل في أمنحتب الأول وتحتمس الأول وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وحافظوا على ثمرة كفاح أسلافهم وأضافوا ليها. بعدين جه الجيل الثالث متمثل في تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث اللي كان أغلب عهدهم جني لثمار الجيلين اللي قبلهم، فلما جه عهد أخناتون وتوت عنخ آمون كان ده الجيل اللي أنا حكم السلالة دي وأخرج الحكم منها بانتقاله لملك من خارجها اللي هو حور محب، ثم لسلسال آخر هم رمسيس الأول وسيتي الأول ورمسيس الثاني ومرنبتاح الأول وهكذا. وفي التاريخ الإسلامي هنلاقي نموذج في الدولة العباسية، إن الجيل الأول أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور كان جيل التأسيس، ثم جه جيل محمد المهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد عشان يستكمل بناء قوة الدولة، ومن بعدهم كانت عهود الأمين والمأمون والمعتصم اللي هي فترة جيل التمتع بثمار الكفاح، ثم جه جيل الواثق بالله والمتوكل على الله والمنتصر بالله عشان تنزل مكانة بني العباس وتتجه سيطرتهم على الدولة للانهيار، وفي النهاية يصبح خلفاء العباسيين ألعوبة في أيدي القادة والأمراء والوزراء. طبعا الكلام ده كله لا يعني بالضرورة انه حتمي وانه يعني لا مفر منه، انما ابن خلدون بيصف وضع ونمط تكرر قبل كده وبيحذر منه، بالتالي لو لقينا ان في نماذج بعد كده خرجت عن النظرية دي فده معناه انها اتعلمت الدرس التاريخي بشكل جيد. كمان بلاحظ في اكتر من موضع في مقدمة ابن خلدون مقارنته بين الشعوب اللي عايشة حياة البداوة اللي هي الحياة البدائية والشعوب اللي عايشة حياة المدنية والاستقرار، وتأكيد أن حياة البداوة بتخلي أهلها أكتر قوة وسطوة خاصة في القتال والتغلب على الدول، ده بسبب أن نمط حياتهم بيخليهم في حالة جهوزية دائمة، واللي بيتعرضوا له من مشاق بيزود من قوتهم واستعدادهم سواء بدنيا أو نفسيا للمواجهات، بينما حياة المدنية بيغلب عليها الاسترخاء والهدوء والبعد عن تحديات الحياة الدائمة في البيئة القاسية، وبالتالي الإنسان بيكون أضعف. في التاريخ أكتر من نموذج لده، يعني عندنا مثلا شعب زي السلاجقة لما كانوا لسه حديثي عهد بالبداوة قدروا يؤسسوا إمبراطورية شملت إيران والعراق والشام ومناطق تانية، لما تحولوا لحياة المدن وبعدوا عن نمط حياتهم القديم ابتدوا يضعفوا أمام الشعوب اللي كانت لسه على بداوتها أو كانت حديثة عهد برضو بالبداوة زي المغول ومن بعدهم العثمانيين. حتى المغول والعثمانيين لما كل منهم ترك بداوته وعاش حياة القصور والمدن وساب الصحراء القاسية الباردة للمدن المعتدلة اللي بيلاقي فيها احتياجاته بسهولة برضو أصبح أكتر ضعفا من ذي قبل. خلي بالنا إن مش معنى كلام ابن خلدون ده إن هو بيرفض المدنية،
إنما هو بيتكلم عن وضع حتمي للبشر، إنهم بيكسبوا حاجة مقابل خسارة حاجة تانية، فبيكسبوا المدنية وما يترتب عليها من رقي وحضارة واستقرار، وبيخسروا أجزاء من قوتهم البدنية اللي كانت ظروف حياتهم بتساعد في نشأتها. فهو بيصف سنة من سنن الحياة مش أكتر. في سياق حديثه عن قيام الدول ذكر ابن خلدون فكرة العصبيات. العصبية هي إن شخص بيستقوي بمجموعة من البشر بتربطهم بيه علاقة أسرية أو قبلية أو عرقية أو حتى ارتباط بأفكار ومبادئ واحدة. قال ابن خلدون إن العصبيات بطبيعتها بتتجه للسيطرة وإقامة ملك لنفسها. ومن جانب آخر، فاللي بيطلب لنفسه ملك أو دولة عادة بيستغل العصبية دي عشان يحقق اللي هو عايزه. دي بالذات التاريخ القديم وتاريخ العصور الوسطى والحديثة، قبل طبعا ما آليات قيام الدول تختلف، مليان نماذج منها. يعني في التاريخ العربي مثلا هنلاقي إن العصبية القبلية لعبت دور في تأسيس أغلب دول العرب قبل الإسلام، زي دولة المنازرة في العراق القديم، دولة الغساسنة في الشام، دولة معين وسبأ وحمير في اليمن القديم، لأن كل الدول دي قامت على فكرة عصبية لقبيلة أو لتحالف قبلي. بل في سيطرة قبيلة قريش نفسها على مكة بدأت بمرحلة توحيد المنتمين لجد واحد في قبيلة واحدة، ثم توسع نفوذ القبيلة دي لحد ما وصلت للسيادة. بعد الإسلام هنلاقي نموذج العصبية في قيام الدولة الأموية على أيدي بني أمية وخلفائها، أو بعدها في قيام دولة بني العباس بدعم بالعصبية الهاشمية وخلفائها، أو في إقامة صقر قريش عبد الرحمن الداخل لدولته من خلال مخاطبة عصبية أنصار وموالي بني أمية في الأندلس، أو برضو في الأندلس والمغرب دولة المرابطين اللي قامت في البداية على تحالف من قبائل سنهاجة. بل كانت ليها نماذج بره التاريخ العربي والإسلامي حتى، زي دولة المغول اللي أسسها جنكيز خان على أساس تفوق وسيادة العرق المغولي، القبائل الجرمانية اللي ظهرت منها قبائل معروفة بالقوط الغربيين ووحدهم قائدهم ألاريك الجسور وقادهم لغزو الإمبراطورية الرومانية تمهيدا لأن الجرمان يورثوا ممتلكاتها، أو في أفريقيا القائد شاكا زولو اللي في القرن 18 قدر يوحد قبائل شعب الزولو ويقيم بيهم دولة قوية في جنوب أفريقيا وغيرهم. كل الأمثلة دي فيها نفس السيناريو، قبيلة أو عشيرة يا إما زعيمها يا إما حد منها بيتسلط على زعامتها، بعدين بيقول للقوم تعالوا نتحد مع أشباهنا. أشباههم دول اللي هم مثلا بيجتمعوا معهم في جد واحد، أو بينحدروا من منطقة واحدة، أو بيجمعهم هدف مشترك إلى آخره. بعدين لما يصبحوا كتلة قوية مترابطة يستعين بيهم لمد نفوذه وإقامة دولة، وهم بيستجيبوا له إما عن عاطفة قبلية أو أسرية أو عن إيمان بمواهبه القيادية وقدرته على تحقيق طموح العصبية دي في إنها تقيم دولة لنفسها. بعدين بيقول ابن خلدون إن الدولة لما بتقوم قد تستغني عن العصبية، يعني تبدأ من ناحية تنفتح على فئات أخرى، ومن ناحية تانية تستغني عن الانحياز للقبيلة أو العرق اللي أسسها. برضو ده بنشوف له نماذج. يعني عندنا مثلا العرب أقاموا دولة تحولت لإمبراطورية واسعة، فضلوا هما العنصر المسيطر طوال العصرين الرشيدي والأموي، بعدين بدأ العباسيين في تأسيسهم لدولتهم يميلوا للعنصرين الفارسي والتركي، لحد ما من أول عهد المعتصم بالله تم الاعتماد بشكل كبير على العنصرين دول مقابل إضعاف العنصر العربي اللي أساساً قامت عليه الدولة. أو في نموذج الإسكندر المقدوني اللي بدأ رحلة تأسيس إمبراطوريته بجنود وقادة مقدونيين ويونان، ثم سعى بعد كده للاستغناء عن العصبية المقدونية واليونانية والتأسيس لثقافة بتقوم على مزج الثقافات كلها واللي بتحمل اسم الهيلينستية. دي كامل ابن خلدون كلامه عن العصبيات لما بيقول إن الدولة اللي بتكتر فيها العصبيات بيكون فرض الاستقرار فيها أصعب من غيرها. ده برضو حقيقي وعندنا منه نماذج مختلفة، زي مثلا الأندلس قبل قيام الدولة الأموية فيه لما كان ممزق في صراعات العرب والبربر من ناحية والعرب القيسية واليمنية من ناحية تانية، أو الدولة العثمانية اللي تعرضت في القرن 19 لثورات وحركات استقلالية متنوعة من العرقيات والقوميات اللي تحت سلطتها زي العرب واليونان والأرمن والأكراد وغيره. فبيكون الحل هو ان الدولة تحقق التوازن بين احترام خصوصية كل عصبية من ناحية، وانها تمزج كل دول في شعب واحد من ناحية تانية، زي ما حصل في الدولة العباسية مثلا واللي كان فيها تنوع ثقافي وعرقي، او في النموذج الاندلسي في العصر الاموي هناك وغيرها. وعلى ذكر تنوع الدول واتساعها،
بيقول ابن خلدون في كتابه إن اتساع مساحة الدولة بيكون بداية لتناقصها ثم اضمحلالها. عندنا مثال ده في الإمبراطورية الرومانية اللي سيطرت على أغلب العالم القديم، بعدين بسبب اتساعها الشديد عجزت عن حماية أطرافها من هجمات شعوب معادية زي الجرمان في أوروبا والفرس في آسيا. فلجأ الرومان لتقسيم الدولة لثلاث أقسام، بعدين قادة الثلاث أقسام اتحاربوا وانتصر منهم الإمبراطور قسطنطين الأول، لكنه نقل عاصمته لقسطنطينية ورجع يقسم الدولة لقسمين شرقي وغربي. كانت دي بداية التناقص الرهيب لمساحة الدولة، لأن القسم الشرقي كانت مناطق نفوذه في حالة شد وجزم مع الفرس، والقسم الغربي بقت القبائل الجرمانية بتقطم منه حتة ورا التانية، لحد ما انتهى الأمر بأن الإمبراطورية الرومانية الغربية ما بقاش منها غير مناطق صغيرة من إيطاليا لحد ما قضى عليها الجرمان تماما. والإمبراطورية الرومانية الشرقية فقدت الشام ومصر وجنوبية الأناضول لصالح المسلمين، وفضلت برضو تتناقص لحد ما سقطت في القرن الخمستاشر نهائيا. وبيؤكد ابن خلدون في هذا السياق ان اي دولة كبيرة بتسقط لازم يتغلب عليها دولة تانية ناشئة. ده اظن كان واضح جدا في نموذج الجرمان مع روما والمسلمين مع بيزنطة. كل ما سبق قدمه ابن خلدون زي ما قلنا مش بصيغة تقريرية حتمية، انما بصيغة تحذيرية. وعلى ذكر الغالب والمغلوب، بيقدم ابن خلدون ملاحظة اظن محدش يقدر ينكرها، هي ان المغلوب دايما بيميل لتقليد المتغلب عليه في شكله في زيه في نمط حياته الى اخره. دي حاجة سهلة نلاحظها، سواء في العصور القديمة لما كان الغزو بياخد شكل الجيوش والغزو والسيطرة العسكرية، او في العصور الحديثة لما بقى ممكن مجتمع يغزو الاخر ويسيطر على نمط حياة قطاع من اهله بدون تحريك جندي واحد، انما عن طريق وسائل التواصل والاتصال، الا طبعا لو كان عند هذا المجتمع محتوى حضاري قوي ووعي يقدر يحقق بيه التوازن بين انه يستفيد من الاخر من ناحية وانه لا يتخلى عن هويته من ناحية تانية. الولع بالتقليد ده بيكون لان البعض بيعتقدوا ان الغالب فرض سيطرته فقط بسبب نمط حياته مش لاسباب عملية وواقعية، ودي بالذات ملاحظة تستحق التأمل والتفكير. للأسف بيضيق الوقت والمجال عن تقديم نماذج لتطبيقات تاريخية عملية للنظريات عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته، لكني بدعوكم لقرايتها. وللأمانة فالبعض لو مش متمرسين قوي في قراية الكتب القديمة ممكن يحسوا بصعوبة في الأسلوب، لكن مش للدرجة اللي تخليه صعب الفهم. وعموما فكتاب زي المقدمة يستحق أنه يتقرأ بتأني وتركيز مش بسرعة واستعجال، لأنه فعلا عمل سابق لعصره ويعتبر بمثابة كتاب إرشادات أو زي ما بيقولوا كده الكتالوج اللي نظرتك للتاريخ بعد ما تقراه مش هتكون زي نظرتك له قبلها. ياريت أكون قدرت أني أفيدكم، ومنتظركم في عادات جاية من قعدة التاريخ. أشوفكم على خير.